السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه الندى. حلقه النهارده هنتكلم عن مثلث برمودا، مثلث مسمينه بيت الشيطان. سفن غرقت وطيارات وقعت والاف البشر اختفوا فيه. ناس بتقول ان دي اشباح، وناس تانية بتقول ان دي بوابه عبر الزمن، وناس برضو بتقول ان دي كائنات فضائيه. تعالوا نشوف ايه هو لغز مثلث برمودا. بس انزل اعمل لايك وشير واشتراك عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه محتاجين نعرفها هي مكان مثلث برمودا. المثلث قريب من ساحه فلوريدا الامريكيه شمال غرب المحيط الاطلسي. هو مرمود من ثلاث مناطق وهما فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو. مساحته تقريبا 1,000,000 كيلومتر مربع، يعني شبه حجم مصر او اكبر كمان، وتسمى كده نسبه لجزر برمودا. المثلث طول عمره مربوط باختفاء سفن كتيره وطيارات كانت بتعدي من عنده، ولغاية النهاردة العلماء مش قادرين يعرفوا ايه السبب الرئيسي انه يبقى بالخطورة المميتة دي. اول حادثة غريبة حصلت هناك كانت سنة 1840، وهي قصة مشهورة جدا، وهي عن سفينة روزالي الفرنسية. لما دخلت السفينة برمودا واختفت، وبعد شهور طلعت من هناك. بس الغريب بقى ان السفينة كانت فاضية تماما ومفيهاش ولا بني ادم جواها، أكن في أشباح طلعت على السفينة وقتلت الناس اللي عليها وسابت السفينة تكمل في البحر. بس الغريب أكتر إن مش دي علامة الاستفهام الوحيدة في تاريخ مثلث برمودا، عشان في قصص كتيرة شبيهة وحصلت هناك في برمودا، زي مثلا قصة سفينة سيليست سنة 1872 اللي اختفت برضو وطلعت بعد كده فاضية تماما. بس أكتر حادثة حصلت هناك مات فيها ناس كانت لما سفينة SSU الأمريكية اختفت، ملاقوش أثر ليها ولا هي ولا الناس اللي فيها. والحادثة دي حصلت في وقت الحرب العالمية الأولى واختفى معاها 300 شخص، والعالم كله خلاص وبقى يطلعوا قصص غريبة عن المكان ده، زي مثلا في كائنات عملاقة بتاكل أي حد يعدي من هناك، او في ناس كتير برضو بتهبل بقى وتقول لك لا يا عم ده في كائنات فضائيه بتاخد الناس من هناك على المريخ على طول. وكمان بوابه عبر الزمن وبوابه العالم الجن، اي حد يروح يخش للعالم الموازي. واكتر اسطوره مشهوره بتقول ان مثلث برمودا هو كمان جزيره الشيطان، وهي دي الجزيره اللي هيغرق منها هيطلع منها قوم ياجوج وماجوج في نهايه العالم. فسيبكوا بقى من الكلام ده وتعالوا نشوف العلماء قالوا ايه. ان في حفر كتيرة هناك تم اكتشافها انها بتطلع غاز الميثين بكمية كبيرة جدا، وفقاعات الغاز ده بتزود درجة حرارة المية وبتقلل كثافة المية جدا، وبكده اي سفينة بتعدي من هناك بتغرق على طول. تاني سبب الغيوم اللي هناك. بعد ما درسوا شكل الغيوم بالاقمار الصناعية، بعد الدراسات دي اكتشفوا ان الغيوم دي كثيفة وخطيرة جدا، وهي السبب في تدمير الطيارات اللي بتعدي. السبب التالت بقى هي الامواج العالية والشديدة جدا. بيقولوا ان الامواج في المنطقة دي مش زي اي منطقة تانية، وبتبقى كافية انها تغرق اي سفينة. السبب الرابع والاخير بقى هو القراصنة. القراصنة بيقولوا ان دي اكتر منطقة في العالم متجمع فيها القراصنة، بيقتلوا ويسرقوا اي سفينة بتعدي من هناك، وهم السبب في كل حادثة حصلت هناك. وده كان مثلث برمودا اللي بيعتبر من اكبر الالغاز اللي موجودة على مر التاريخ. وقولولنا في الكومنتات ايه هي الاسباب اللي انتم مقتنعين بيها. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم في الحلقة الجاية.